أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أرسل إلي بعض الإخوة في الجوال رسالة ونصها كالتالي: اربط حزام الأمان وسر في طريق التقوى بهدوء أمامك وسر في طريق التقوى بهدوء أمامك تفتيش في الآخرة. السؤال: ما حكم هذه العبارة؟ وأرجو توجيه نصيحة في ذلك. هذا تشبيه لأمور الآخرة بأمور الدنيا، ولا ينبغي مثل هذا. لا ينبغي أن تشبه أمور الآخرة بأمور الدنيا، مثل ما يظهرون بعض الأوراق فيها الحجز والرحلة والمركب والزاد ومدري كيف ومدري، هذه كلها من الأمور التي لا ينبغي صنعتها، لأنها من باب تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا. والذي قصده التذكير يذكر الناس بغير الطريقة هذه، يذكرهم بأيام الله، يذكرهم بالدار الآخرة، يذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار، بدون أنه يشبهها بأنظمة المرور وأنظمة الطيران وأنظمة